تحياتي. في التسعينات كان عند انجلترا لاعب مختلف عن معظم لاعبيها في تلك الفترة. في الزمن اللي كان كرتهم عبارة عن كرة بدنية وكرات هوائية، اجا لاعب بيعرف يلعب بالكرة، لاعب عنده مهارة، لاعب عنده لمسة، هو زيهم قوي بدنيا لكن سريع ومهاري، وكان من المفترض يحقق اشياء عظيمة في مسيرته لولا الادمان. بنتكلم اليوم في قصة الجمعة عن بول جاسكوين، الموهبة اللي عاصرها ما بيختلف عليها ابدا، لكن مشكلة هذا الشخص انه طفولته اثرت كثير عليه. لما كبر عاش في احياء فقيرة في اسرة في بيت صغير، وعانى من مرض الصرع وبعض الحالات النفسية، فاضطر الخضوع لعلاج نفسي وعمره 10 سنين، وفعليا ما كان يقدر يركز الا اذا لعب كرة قدم، عشان هيك انضم لنيوكاسل وهو صغير. وبيقول انا رحت على نيوكاسل مش عشان فعلا بحب كرة القدم، عشان بدي أأمن لقمة عيشي واصرف على اهلي. وبسرعة بعد ما اثبت نفسه تصعد للفريق الاول وعمره 18 سنة، وبتلك الفترة يوصل لاعب عمره 18 سنة للفريق الاول كان شيء لافت جدا جدا جدا، مش زي هاي الايام بتشوف الـ16 والـ17 والـ18 بلعب بالفريق الأول. بعد 3 سنوات مع نيوكاسل صار عليه صراع كبير توتنهام مانشستر يونايتد، وقتها يونايتد مش يونايتد الحالي، كان لسه بدايات فيرغسون. جاسكوين اختار توتنهام لسبب بسيط، مدرب توتنهام تيري نيبلز وعد وعد واضح جدا، تعال عندي وحضمن لك تكون موجود في منتخب انجلترا في كأس العالم 90 في إيطاليا. وهذا الوعد نتيجة ضمان اللعب الأساسي، ووعده انه حيخلي لاعب أفضل. جاسكوين مشكلته انه كان وقتها أعطى موافقة لمانشستر يونايتد، وأعطى الكلام لسير فيرغسون اني جاي لك، وبيقول انا كنت ماشي بالسيارة فعلا لمانشستر، لكن على الطريق قلت لا خليني اروح على توتنهام، خليني اتبع صديقي كريس ودل. وكريس ودل هذا زامل جاسكوين في نيوكاسل، ويبدو انه ساهم باقناعه انه يلحقه على توتنهام. وللعلم بعد ما وصل جاسكوين لتوتنهام بسنة، ودل راح على مارسيليا. وعد في نابلس كان بمكانه جاسكوين في كأس العالم 90، وكان احد ابرز المواهب في كأس العالم، وقدر يساعد انجلترا توصل نصف النهائي لأول مرة من سنوات طويلة. ونتيجة بكاء ودموعه بعد الخروج أمام ألمانيا وتألق اللافت في البطولة، أصبح نجم في إنجلترا مباشرة بعد المونديال. ولكن خلال فترة النجومية هاي جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، اللي صار ببساطة مع جاسكوين انصاب لمدة موسم، وهناك ظهرت مشكلته الحقيقية بالإدمان. وقتها بأول التسعينات كل اللاعبين الإنجليز كانوا يتباهوا أنهم بيشربوا كحوليات، مش زي الآن تعتبر يعني شيء مضر بالصحة ومضر باللياقة. لكن جاسكوين أخذ الموضوع لمستوى ثاني، مع شرب الكحوليات استمر زيادة وزنه واستنزاف لياقته البدنية. ومع العودة من الإصابة الجميع تفاجأ بلياقته وحالته، هذا مش لاعب كرة قدم، لكن لمسته ما زالت موجودة. عشان هيك نادي لاتسيو ب92 راهن عليه وجعله أغلى لاعب إنجليزي وتعاقد معه. البدايات كانت صعبة، كانت كارثية على جاسكوين في لاتسيو، لمستوى إنه تهدد إنه يتم بيعه. ومدرب لاتسيو وقتها كان الأسطورة الإيطالية دينو زوف، اللي إجا وقال له معك خيار واحد، ينزل وزنك أو ترحل. وفعلا جاسكوين خسر من وزنه 13 كيلو، وبيقول ما خسرت لأني مقتنع بالتهديد، لأنه أنا ما بحب أخسر تحديات. واصل اللعب مع لاتسيو لكن دائما كان عنده مشاكله الخارجية. جازة زي ما بيسموه جاءت الضربة إله في لاتسيو نتيجة رحيل دينوزوف، وقدوم مدرب شخصيته عنيدة وما بيقبل يتساهل، زيمان، واللي من أول ما وصل كان عم بيشتغل على بيع جاسكوين. وفعليا راح على رينجرز بال95، دوري أقل من الإنجليزي، أقل من الإيطالي بكثير في ذلك الوقت. جاسكوين كان عم بيبحث بس انه يستعيد لياقته عشان يلعب باليورو 96، واللي كان حيصير بانجلترا، واللي هو للعلم سبب قصة It's Coming Home، لانهم كانوا يقصدوا فيها الكرة القدم راجعة عندهم بعد كأس العالم 66، ثم اصبح شعار للي بنعرفه الان It's Coming Home، قصدهم البطولة جاي على انجلترا. المشكلة قبل بطولة اليورو ظهر جاسكوين كأنه مستعد يخرب كل لعيبة انجلترا، ظهروا اللاعبين بيحتفلوا معاه في احد الحانات وبتناول الكحوليات. لكن في الحقيقة جاسكوين قدم بطولة رائعة جدا في اليورو، وسجل هدف خرافي لا ينسى أمام اسكتلندا. ولولا ركلات الترجيح ربما انجلترا توجت بذلك اللقب، وكان جاسكوين حيصير أسطورة لا تنسى في انجلترا، انه هو اول واحد جاب لهم لقب من ايام 66. طبعا خروج انجلترا وقتها كان في نصف النهائي بركلات الترجيح أمام ألمانيا اللي فازت بالكأس. الضربة القاضية لجاسكوين جاءت في مونديال 98 لما تم استبعاده من التشكيلة. وقتها كان طالع جيل جديد في انجلترا مبشر جدا، فتم الاعتماد عليه، فاللاعب اصبح يفهم انه انتهت مسيرته. في نفس العام صارت حادثة بتوريك وضع جاسكوين مع شرب الكحوليات، تناول بيوم واحد 38 كاس، وهذا اجبر الناس تاخذه على المستشفى،
ويتعالج أول شيء بدمه وبعدين يتعالج نفسيا من حالة الإدمان العجيبة. طبعا رحلة من الإزبرالي لعب في الصين وأعلن اعتزاله الحقيقي ب2004، لكن الجميع بيقول اعتزال جاسكوين كان في اللحظة اللي تم استبعاده فيها من منتخب إنجلترا لمونديال 98. بيكشف اللاعب مع الزمن عن طريقته في الحياة، بيقول لك كنت أدخن كثير وبتناول الكحوليات بانتظام وما كنت ألتزم بنظام التدريبات ولا بنظام النوم. يعني هو يمثل كل شيء لا يمثل لاعب كرة القدم، ورغم ذلك له لمسات وعنده قدرات. ومش بس هون كانت مشكلة جاسكوين، بل كانت مشكلته أيضا تصرفاته المجنونة لما يكون في تجمعات وفنادق مع اللاعبين. زميله كريس وادل بيقول لك كنا لما نروح على فندق يجيب البيض من الفندق عشان يرمي على الناس من الشباك، ومرة مزح مع أحد زملائه وحط له ألعاب نارية في الحمام عشان يطلع مرعوب ويطلع ويركض وهو عاري. جنون جاسكوين الغريب وعدم التزامه المفرط خلى الناس تقول هذا مسكون بروح شريرة. طبعا بعد الاعتزال جاسكوين ما وقف، بل زادت حالته سوء مع الكحوليات. في وقت سابق قريب كثير قال ما معي فلوس كفاية، وانه بعيش حاليا في منزل وكيل اعماله، بل في غرفة فيه. واعترف انه حاول كثير يترك هذا الادمان لكنه فشل. جاسكوين مثال حقيقي عن المواهب اللي اجت قبل وقتها واللي ضاعت بسبب انه وقتها اللاعب كان لما ياخذ فلوس ما حدا فيه ينصحه. اتغيرت كرة القدم الان، صار اللاعب يبلشوا يأدبوه من عمره 14 و15 و16 قبل ما يبلش ياخذ الرواتب العالية. الوكلاء الاندية فهموا انه عشان هذا يطول ونضل نستفيد منه لازم يعقل، وانه استدامة اللاعب في عقله وليس قدمه. عشان هيك حالات جاسكوين وغيره قلت كثير في السنوات الأخيرة. كان لاعب مختلف عن جيله، لكنه مشكلته كان أيضا متخلف عن جيله بطريقة حياته. كان ممكن يحقق أشياء كبيرة بس لو رتب عقله. نوصل هون لنهاية قصة الجمعة. كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك وسناب شات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.